أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ومن هؤلاء من يؤمن به. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا